سعى الله وسعى الله ودور بين سعى الله فاسق رمضان سعى الله سعى الله وجهين عندنا تبالنا سعى الله المهم بشوية بشوية نفسي سعى الله بشوية الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال على كم عندنا يا ربنا نكشف في جميع الأمم المسلمة يا ربي وبعد رمضان كريم ونكشف في الكلام ونكشف في الكلام إن شاء الله عليك رمضان ويدخل علينا في صحة السلامة ويا ربي يا ربي يا ربي يتحل علينا أحبابنا ويسهل على الطبيعة ديالهم وما نبقاوش محبوسين في الدار وكيفاش ندير أي حاجة كبيرة والحمد لله على كل حال كل حاجة جات مع عبد الله مرحبا بك. المهم ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون ان شاء الله في الدار وغادي ان شاء الله في الدوام في الصيام ديالنا وفي الصلاة ديالنا باش ان شاء الله يسهل علينا ان شاء الله في تحيد لنا هذا الوباء باش ان شاء الله ترجع الحال على حالي وان شاء الله يكون الناس فرحانين وان شاء الله يرجع هذيك السعادة للأمة المسلمة كاملة باش نتمنى ان شاء الله. خدونا كيفاش تدوزوا حاجه صح انتو احساس واش كاين شي دبات كاين تفاهم واش الشغال واش تسمو كيفاش احنا كنديروا حاجه صحي عادي الماكله والنعاس وكيفاش تعرف نوضوا الدار شويه كاشيه فيعني عادي كما كيدوزوا الناس هاد الشالات وكما كنتعاونوا كاملين بيناتنا دوك حنا كاتبين خيرات شي تعرف كنتعاونوا بيناتنا ضاحكين كنحاولوا ندوز وراكم شوفوا لي فيديو اللي كيرمي خالي علينا لاعبين كنلعبوا على عدة ألعاب دوزي شوية الوقت ونشوفوا الحمد لله شغال كتقسموا الشغال بيناتكم ولا انت كدير شغال ولا كيفاش بالنسبة للشغال كنتعاونوا ويا حنا كلنا كنتعاونوا في الدار ماشي غير انا واختي حنا عايشين كامل لا ما با زعما انا كانت مريضه ولا هادي كنت عاون زعما لقيت معاها شي حاجه ما هي اللي تدير الصغار في الدار كاينه ولا لا كاينه ولا لا سبحان الله نوضت كاع هادي كاينه ولا لا شوف كاينه ولا لا واش انت حماقي تمدقني شي ها كنتي استاذ حسين تشتغل نطبق لك هذاك اخويا بس ما كتدير تطلع قدام كاميرا ما هذا انا كنحاول الناس يعرفوني في راه كاين بس صافي اش كاين الناس كاين ما كاين صافي خويا الفلاني كاين شي حاجه كاين والو خويا الفلاني غير ساعه ولا وصافي ما فهمتش انا والله ما فهمتش انا شي حاجه ما فهمتش انا شنو كاين انا شي حاجه جديده شي تفكر شي فاهمين ودابا اجيت نعاود اخويا الفلاني راه مشكل دابا انا عارفه بنات المشكل حنا راه ما بقاش شي حاجه كتسنى بينه وبينه حتى ولا كلشي كيعرف اي حاجه بسيطه كتوصل الحكومه انت خالي عندو بزاف الصحاب بزاف الناس كيعرفو الصحافه فهمتي وانا ما كنعيط يقول لك المشاكل الشخصيه كتبقى بينه وبين ما بقاش على بيني وبينك من تقولي حتى حاجه هذاك السيدي بيني وبين هذاك السيدي في الدار انا نقول لك دنيا غادي نضربك انا قلت لك باش نعرفو شي حاجه بيني وبينك ما تقوليهاش قدام الكاميرا انا دو اسمع لا لا قدام العالم بيني وبينك هذاك السيد تفاهم انا قلت لك انت تفاهم وما الناس اللي دار انا ديك السيد زعما بحال شي فنان تخدم مع السي في خويا الفلاني كتصور هذايا غير كتصور مزيان انا قلت لك واحد الحاجه دابا الناس كتحار دابا الناس كيقولوا بلي انا اللي ما مزيانش هكا اخويا انا حاكمه وشتي هذا الشيء كامل ماشي علاش انا كنت كنقول المراه خصها تحكم الراجل باش ما طري الله ما نقدرش نسالي هي هذه قال لك حكيم اللي انا ولينا